نكمل جولة في الشارع أو كورنيش أبو ظبي. الآن راح نكمل يمكن خلال نص ساعة نوصل إلى نهاية الكورنيش، ولكن مثل ما قلت لكم يعني منظر جميل. إذا قدرت هي أصور العصر أو المغرب أعتقد في يعني ناس أكثر، الحين الناس كلهم بالدوامات، إن شاء الله راح نجي إذا الله قدر. لفت نظري ان حاطين نوع من الرياضة، يقول لك استند الى العمود واثني ركبتيك حتى وضعية الجلوس وانتظر في هذا الوضع 20 ثانية. طبعا يعني حسب هذا التمرين يعني ما اعرف ايش راح يصير، يعني عارف يعني ممكن ما تقدر تقوم إذا ثنيت الركبة. المهم نكمل الجولة. شنو سفينة سياحية ولا صيد والله ما أدري، يبدو أنها سياحية. من خلف السفينة هذه جزيرة اللؤلؤة، طبعا مو عارفين منين ندشها، بس يبدو من الأمام في شارع أو شيء. هو العاصمة يعني أبو ظبي فيها عدة جزر، السعيدات ولولو، وفي جزر وراي، لكن في الحقيقة يمكن ما يسعفنا الوقت إن نروح نصور هناك، لكن يعني موجودة أنا 2 3 أيام في أبو ظبي، إن شاء الله نحاول نغطي اللي نقدر عليه.
عند الله سبحانك يا الله. طبعا ما عندي شيء أضيفه، لأنها حقيقة يعني تمشي على البحر يعني شيء جميل وصحي يعني. قلت لك الكورنيش أبو ظبي جدا مهتمين فيه، وجدا يعني
يعني حقيقة ما ندمت أني جيت لأصور يعني في هذا المكان. وإن شاء الله من عالي إلى أعلى يا الإمارات، تستاهلون كل خير. داخل هاي جزيرة اللؤلؤة، يعني مزروعة بالنخيل وايد، إذا في مجال ندخلها بعدين